وصلنا لختام صباحنا غير مع المساحة الأخيرة واللي هي مليانة فن وتطريز وحياة يا نور. أكيد نيرمين، وصلنا لرحلتنا الأخيرة أو محطتنا الأخيرة برحلتنا الصباحية. عم نشوف الآونة الأخيرة نيرمين توجه كتير كبير للأعمال اليدوية. عم نشوف يمكن كمان الأشياء اللي ما عم نستعملها نرجع نكررها ونعمل منها أشياء حلوة يدوية. والربة المنزل السورية والسيدة السورية امتازت منذ عصور بهي الميزة. اليوم عم نشوف حتى اليد العاملة عم تتجه نحو الأعمال اليدوية. في شيء انتشر مؤخرا اسمه مشروع مهارات الحياة عم تقيمه مديرية الثقافة الطفل بوزارة الثقافة، لنحكي عنه أكثر معنا الآن سوريا أبو حمدة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. اسمك أول شيء جدا جميل، سوريا. شكرا. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. يسعد صباحكم. مشروع مهارات الحياة هو طبعا بلش من 2012. نحن بلشنا فيه مع أطفال مهجرين أو الوافدين بدنا نسميهم بقرية دربل. طبعا نحن كنا بثلاث مناطق، قرية دربل، عين الشعرة وحينة. كنا نعلم أطفال إعادة تدوير. كان في عنا أكثر من ورشة، ورشة رياضة مثل شطرنج وهيك شغلات، وورشة أعمال يدوية وإعادة تدوير، والشغل القش كمان، والرسم، ورشات رسم. يمكن عم نشوف مع نيرمين وعلى الطاولة كلها أعمال يدوية وتطريز، ومثل ما قلتي إعادة تدوير، عم نقوم من خلالها بإنشاء تحف فنية أكيد. جميلة. صحيح نور، رح نبدأ تشتغلي بكتير مجالات متنوعة وكل حياة مثل ما أقول مثل ما قلنا وألوان. رح نبلش هون بالخيش، يمكن كأنه شايفين بالخيش بالصوف مشكلتي بكذا طريقة. خلينا نحكي عن التشكيلات اللي عم تستخدميها، المواد اللي بتستخدميها مع الخيش. طبعا اول شيء خيط الخيش، نحن بنجيب الخيط وبنلفه على الزجاج او اي عنا عبوه بدنا نجملها، والسيليكون او الشعلة، وعنا كمان رسم على المخمل. على المخمل هيك، خلينا نشوفه. رسم هيدا رسم ايه، مش تطريز. لانه في تطريز على المخمل، لانه بالتوليب هذا ببين مثل التطريز. اي هاي اي قماشه مخمل عندك قديمه فينا نعمل لها اعاده تدوير. يعني رسم بشو بالضبط؟ بالتوليب، قلم توليب هذا بنستخدمه للرسم على الزجاج، ورسم على الحرير نفس الشيء، نفس المبدا. فينا نلونها مثلا وفينا نخليها ساده هيك. فينا نشوف لقطتين الفرق. هلا شفنا مثل ما قلتي يمكن المشروع بال 2012 بلش، بالعشر سنوات الاخيره في توجه جدا كبير للاعمال اليدويه. أيه. وعم نشوف السيده عم تقوم يمكن باعمال يدويه ضمن المنزل لتزين بيتها، لانه في صارت هي القصص كلها مكلفه وغاليه اليوم، وبنفس الوقت عم يكون مصدر دخل. طبعا لإلها. خلينا نحكي عن حضرتك، قديش صار لك تشتغلي بهيدا المجال، ونحكي عن بعض التحف اذا فينا. أيه. نقول لي معنا قديش صار لك تشتغلي فيه تقريبا؟ من 2012. 10 سنين تقريبا. ايه من 2012 بلشت مع الاطفال ولحد هسه مستمره معاهم باكثر من ضيعه مثل ما حكينا، وبنعلمهم اعاده تدوير مثل اشتغلنا شغل البسط. القش كمان اكثر من ورشه نحن، يعني مثل هيك نزين الكاسات. نحن عندنا هاي ما بنشتري شيء، كله من التوالف. مثلا عندنا بلوزه مشكوكه ما بدنا اياها بنشيل وبنعمل لها اعاده تدوير. نعم. البسط من الاقمشه التالفه، اي شيء. اي اقمشه تالفه. عم اقول لك انه هلا شايفك كذا مواد من عده اشياء مبينه هي من قطع ثياب. اي قطع ثياب كلها، حتى الاكسسوار. اي يعني هون عم نشوف كاستين عليهم ستراس، هدول كلياتهم موجوده من قطع ثياب تالفه عندك بالبيت. فيك تعمليها. اي نحن الهدف من هيك انه ما نرمي شيء، كله نستفيد منه. عرفت شلون؟ لحتى شوفي هون القصصات قماش عملناها هيك حملات، اذا فينا ناخذهم بالكاميرا حتى. ايه. الكاسات والقطع هدول بطريقه التطريز. ايه علمناهم قطب تطريز كمان لحتى يعملوا شناتة انه بالجنز مثلا. بالخيش شو ما كان، انه يعني يستفيدوا منه، انه الواحد وضعه صار صعب انه نشتغل بالتطريز. كله معك نول كمان عم تشتغلي. ايه عليه، خلينا نشوفه. ايه يلا هون بتشتغلي على نول، شو بتشتغلي؟ هاي بساط نفس اللي بدها تحمله الاخت اللي موجود مع نيرمين. ايه بس في شيء، خلينا نحكي عن الالوان اللي عم تستخدميها والتناسق اللوني اللي عم بيكون بين كل قطعه وقطعه، وهدول القطع وين فيها تستخدمهم السيده بالبيت؟ وين فيها تستخدمهم؟ وين فيها تستخدمهم؟ عم نحكي عن الالوان اللي عم طبعا لكن احنا النول، نول خشبه. فيك القياس اللي بدك اياه، فيك تشتغلي اذا كنت عم تحكي. ايه القياس اللي بدك اياه، فينا بتطلع الحجم القطعه، في عندك هون قطعه كبيره نول اكبر.
عرفت شلون؟ هذا النول صغير لانه مشان هي نفس القطعه اللي مع نرمين هي أيوة. كلياتها قماش تالف عندك يعني اقمشه تالفه كلها هلا عم نشوف النول لانه انا مكمشه لهي حتى الكاميرا عم تاخذ معنا نور تفاصيل لقطع ثانيه لا ونرمين هي هي الشقفه كلها قطع قماش تالفه يعني مشقوقه مقصقصه كلها منقصقصه نحن ما مبينه اساسا مبينه مثلا قطع جديده من خلال البسط نفتح على الكاميرا تمام قديش بتاخذ معك كل قطعه شغل مثلا مثل هاي القطعه يعني اذا بدك تقعدي عليها كل يوم 3 ساعات يعني تقريبا يومين او 3 ايام بس ما في وقت سريع يعتبر طبعا كثير حلوين الالوان حتى يعني هون عم نشوف هي الدائريه فيها الوان هو هذا البساط قديم على فكره من التراث القديم يعني اغلبه نسي وما عاد انه شو اسمه ونحن رجعنا احيانا مثل ما بقولوا نور بنشوف انا كنت عم بسالها وين ممكن تستخدمهم السيده لانه نحن هلا بالديكورات عم تخيل ديكورات بالبيت مثل الدعاسات مثل ناس عم بحطوهم مثل اللوحه يعني انه تراث عرفت شلون؟ صحيح احيانا بيكون انه مثل البساط انه طويل انه حسب النول بيكون اكبر من هلا اللي حبيته معك انه نول انت عم تحافظي على التراث يعني قلت لي مثلا هيدا البساط ايه بساط قديم لكن بقطع قماش يعني ايه قطع قماش ايه عملتي هيك فينا نقول اعمال يدويه مختلفه نوعا ما يعني هذا كنا نشوفه مثلا من القش اليوم عم نشوف نفس البساط فينا نقول لا كان في من القصاصات القماش مش هيك ايه؟ يعني مش بهي مو هدول القماش ايه؟ موجود بكل بيت قديم بعتقد ايه؟ ففي فرق يعني هون عم نشوف تحفه فنيه مختلفه حتى بتواكب العصر اللي نحن فيه صح خلينا نحكي كيف بتسوقي لمنتجاتك اللي هي متنوعه كثير كيف طرق التسويق عم بتكون طبعا نحن انا علمت اطفال بمشروع مهارات الحياه والتسويق ما للوزاره بضل انه في معارض بيعرضوه بالمعرض دمشق الدولي مثلا معرض الزهور نحن شاركنا فيه معرض لوزاره الثقافه بينعرضوا هنيك وهن من ضمن الوزاره اما منتجات اللي بشتغلن انا خاصه فيه معرض المراه الريفيه عرضت فيه وبعت يعني وهنيك يعني بالبيت على الواتس على انه هيك الاعمار الاطفال اللي بتعلمون ضمن دورات مهارات الحياه قديش اعمارهم تقريبا ايه تقريبا قديش الدوره اللي بيخضعوا لها وفيهم فعليا نقول انه من 7 سنين أعمال من 7 سنين ل 17 سنه حلو من 7 سنين ل 17 سنه في قلت لك انه 7 سنين احيانا بيحبوا انه يجي يتعلموا معنا هيك شغل النول رسم ورشات الرسم وبتعرفي انه وزاره الثقافه بتعمل فعاليات لمسابقات الرسم وهيك ايه ورسم على الزجاج حرق على الخشب بس انا ما جبت لوحات خشب بس الرسم على الزجاج مثل ما شفتي هدول اللي معي كنت رح اكسره هنن الرسم يعني قلبي اللور عندنا ثالث فينا نقصه بشكل وبنستفيد منه كلوحه فنيه بالبيت يعني الالوان اللي استخدمتيها هي هون ضد المي ما بتروح ابدا لا بالمي بصراحه نحن مشان ما نتكلف الوان مائيه حطيت بس بخيت بخ من قفها مشان ما يروح اي فيها كمان تستخدم التوليب هي هي التوليب تحديد بالتوليب والالوان المائيه طبعا والبخ كثير حلوين خلينا نحكي عن الدورات التدريبيه للاطفال قلتي من 7 سنين ل 17 سنه مده الدوره قد ايه وعم تشوفي اطفال عم يشتغلوا مستمرين ضمن المعارض التابعه لوزاره الثقافه ومديريه الطفل الدوره نحن دائما كل جمعه وسبت معاهم بنقعد هيك ساعتين ثلاثه حسب ما بنكون عم نشتغل نحن والاطفال ودائما مشروع دائم من 2012 لحد الان هو شغال نعم خلينا نحكي عن خطوات اللي بتفكروا فيها لتكبروا المشروع اكثر يعني حضرتك علمتي اطفال ذكرتي في منتجات عم تطلع منتجات متنوعه بدنا نقول شو بتخططوا فيه لبعدين ليكبر اكثر تتوسعوا اكثر بالمحافظات او شو حاطين هو طبعا هو هذا المشروع على مستوى المحافظات كلها مش بس انه ريف دمشق وشو اسمه على مستوى المحافظات تبداوا من المحافظات الثانيين طبعا ايه تعرفوا على بعض باللدقيه بطرطوس بدرعا اكثر من محافظه طبعا ايه والمعارض وشغلنا بتروح يعني من مكان لمكان والمعارض يعني نهايه الدورات اكيد في معارض تابعه لوزاره الصحه لوزاره الثقافه ومديريه الطفل عم يكون في معارض لكل الاطفال لكل الاطفال والمشاركين انا كنت يعني اخذ معي الاطفال يشتغلوا على النول الاطفال اللي يشتغلوا بالتطريز وقت المعارض انه هذا شغلهم خلينا نحكي سورة كيف أثر هذا الشغل على حياتك كيف تغيرت حكيتينا من 2012 قبل شو كنت تشتغلي أنا دارسي فنون أول شيء إيه فهيك لبيتي كنت أشتغل لوحة طبعا النول هاي بصراحة من 2002 مش تخرجت كان مشروعي هاي القطعة من 2002 قطعة إيه ولساتها تنغسل ما بصير لها شيء
والله من 2002 ها. بس هي النقطة كتير مهمة، يمكن قديش بتوفري على البيت يعني؟ بتوفري كتير أكيد، يعني هي تطلع تشتري إيه أكيد تشتري من برا، هذا 20,000 25,000 ما بكلفك شيء بسيط، هاي القماشة من عندك من البيت، عندك فستان، عندك تنورة، مخمل، أي شيء نستخدمه. ذكرتي شاركتي بمعرض المرأة الريفية، المشاركة ضمن المعرض كيف عم يكون الإقبال وعم يكون النساء بهي الدورات والمشاركة بالمعرض، يمكن مصدر كمان رزق وتسويق لأعماله اليوم. أكيد شاركت فيه وأنا سوقت منتجاتي ضمن المعرض المرأة الريفية وصار إقبال كتير الحمد لله، بعد تقريبا أغلب منتجاتي فيه الحمد لله. يعني نور قديش حلوين، قديش حلو هذا المشروع، يعني بيشبه السيدة السورية اللي ما بتكب شيء وبتستثمر كل شيء، يعني أنا بتحدى كل قريب مني هنا المواد كتير بسيطة، سواء مثلا هي علبة العصير اللي بنشربها العادية، هي كاسة القهوة، القهوة الكرتون يعني. نعم قدرتي تغيري شكلها، تغيري ياكلها تعملي هي حتى شوفي هون نرمين الكاسات مثلا مثل هدول كاسات الشاي وهدول الاكسسوار اللي عليه هون كمان من كنزة او من شيء من البيت، بنفس الوقت ما بكلفك شيء، بدنا نقول الالوان هي بس اللي بتشتريها واللاصق. شو اليوم هيك في سيدات كثير بيكونوا قاعدين بيقولوا انهم مو عرفانة شو بدي اشتغل او قديش مثلا ممكن انا اغير بحياتي او انا ابدا خطوه جديده، شو ممكن توجهي لهم هيك رساله؟ انا بوجه لهم عم بصير كثير دورات تعليم مثلا الكروشيه هيك شغلات، بنصحهم انه يلتحقوا فيها ويتعلموا اي شيء، ما يرموا اي شيء عندهم، انه يستفيدوا يصنعوا كل شيء من اي شيء عندهم موجود بالبيت. أكيد بالختام بدنا نتشكرك ست سوريا أبو حمدة على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق أكيد بكل مشاريعك القادمة وبالمعارض، ومثل ما قلتي يمكن هاي الدورات عم تساعد بشكل كثير كبير كل النساء ليكونوا معيلين نفسهم، وإعادة التدوير والأعمال اليدوية ثقافة يعني منتشرة بالآونة الأخيرة، فتحية دائما للمرأة السورية اللي بتتحدى جميع الظروف ودائما بتكون موجودة عم تقدر تشتغل. يعطيكي ألف عافية وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، بشكر الأنسة ملك ياسين مديرة ثقافة الطفل، أكيد هي المسؤولة عن المشروع، بصراحة كثير يعني ساعدتنا بهالشيء، وبشكر كل العاملين معنا بالوزارة والأطفال طبعا ومديرة مدرسة الأنسة طمادور. أكيد نوجه تحية نرمين لكل الكادر بمديرية الطفل ووزارة الثقافة.